المكان الثانية لقيناها أبد تقعد، بنشيلها نحطها قدامي كده فوق قدام السرير، بتقعد فوق يديه بتقعد شوية تقلت أبد تقف تاني، والحياة لتها يعني صحتها تامة تامة تامة، ما في أي حاجة، جسم معطل. جدا على الارض واستعمال الارض في مناطق كثيره جدا، تحديدا في المناطق الزراعيه، مناطق فيها غابات، حتى في الصحاري اصبح هنالك دمار فيزيائي ضخم جدا للارض، اصبحت هنالك حفر عميقه جدا، اصبحت هنالك يعني كميات من مخلفات التعدين، ودي للاسف الشديد صعب معالجه كل هذه الحفر، يعني من ناحية بيئية المعالجات الفيزيائية صعبة جدا. الآن في مشكلة كبيرة جدا جدا مواجهة المواطنين في المنطقة دي، وجود الكميات الضخمة آلاف الأطنان من هذه الكرتة أو الريزيديوز بتاعت التعدين في المناطق السكنية والمزارع.